مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من سيدتي مشاهدينا. طبعا كالعاده فقرات متنوعه تهم كل امراه واسره عربيه، مكانها هنا سيدتي. وبالنسبه لنا اليوم من الرياض بنتعرف على اضرار وفوائد الاكيوتان واللي ارتبط كعلاج لحب الشباب. اما فقرتنا الثانيه مشاهدينا فبنسلط الضوء على معرض منتجون واللي بينطلق في الرياض بدورته الثانيه. مشاهدينا هذه فقراتي من الرياض، لكن ايش رايكم ننتقل الى جده نمسي على خلود بالخير ونتعرف على فقراتها لليوم. يا مساء الخير يا خلود. يسعد لي مساك الجميل يا رنيم، ومساء كل من تابعنا عبر شاشتنا، شاشة روتانا خليجية. حياكم الله بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. بعد ما تعرفنا على فقرات زميلتنا العزيزة في الرياض رنيم، اسمحوا لي بس أعطيكم فكرة عن فقراتي من هنا من جدة. اليوم من جدة أنا عندي فقرتين. في الفقرة الأولى حنتعرف على شابة سعودية تجولت على متن سفينة بين 10 دول أوروبية بهدف الدراسة الأكاديمية. وبفقرة الثانية هنتعرف على فنانة تشكيلية رسمت الروابط الغير ملموسة في لوحاتها. كيف هذا اللي حنعرف تفاصيله من خلال حلقتنا، لكن أكيد برجع الآن لزميلتي رنيم اللي حتنطلقنا بحلقة اليوم من سيدتي. إليك يا رنيم. شكرا لك يا خلود. وطبعا مشاهدينا ننوه بأن زميلتنا فرح إن شاء الله بتنضم إلينا بعد قليل مع فقرات متنوعة. ودائما ذكركم مشاهدينا تابعونا اللي في حال ما شفت الحلقة على موقعنا، طبعا صفحتنا ظاهرة على أمامكم على الشاشة على اليوتيوب، وأيضا من خلال حساباتنا وصفحاتنا على كل من فيسبوك تويتر وإنستغرام. والآن جولة مع العناوين. في سيدتي اليوم، انتشار علاج الأوكيتان للبشرة بين الخطر وبين الحصول على النضارة والجمال. شابة سعودية تتجول بين 10 دول أوروبية على متن سفينة بهدف الدراسة الأكاديمية. جولة في منزل الفنانة العالمية جينيفر لوبيز لدعم المستثمرات من المنزل، معرض منتجون ينطلق في دورته الثانية في العاصمة الرياض. الروابط الغير ملموسة في وجودنا تخطها فتاة العشرين في معرض فني. مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما هو جديد في عالم الفن. إذا مشاهدينا بعد ما تعرفنا على أهم عناوين الحلقة ننتقل مرة ثانية لخلود نتعرف على أهم الأخبار الصادرة من الصحف السعودية. إليك خلود. شكرا لك يا رنيم. بالفعل مشاهدي الكرام حنبدأ الآن بأول فقرة عندنا لهذا اليوم، وهي جولة بأبرز ما تناولته الصحف السعودية. وخليني أبدأ بأول خبر مباشرة اللي جاءنا من صحيفة الشرق واللي كان بعنوان وزير العمل يستعين بمجلس الوزراء لفرض إجازة اليومين. أما تفاصيل الخبر مشاهدي الكرام، استعان وزير العمل المهندس عادل فقيه بمجلس الوزراء لفرض إجازة اليومين كل أسبوع على أصحاب العمل في القطاع الخاص. هذا وأكد الفقيه في تصريح على هامش افتتاحه المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع أن وزارته انتهت من دراسة ملف إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص، وإنهاء في انتظار عرضه على المجلس، مبينا أن هناك شركات لا تقدم سوى يوما واحدا لموظفيها. طبعا هذا الخبر هيفرح كثير من الموظفين اللي هم بياخذوا إجازة لمدة يوم واحد أسبوعية. هنتقل لخبرنا الثاني اللي كان كمان من صحيفة الشرق وبعنوان الأمم المتحدة معدل الرضا عن التعليم السعودي 65%، ونسبة التسرب من الابتدائية الأقل عالميا. إيش تفاصيل الخبر؟ بلغت نسبة الرضا عن التعليم في المملكة 65%، وهو أعلى مقارنة بمتوسط 64.84% عالميا وعربيا، و 63% في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في الوقت الذي حققت المملكة معدلات في مستوى التطور المنجز في القطاع التعليمي رقما أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط معظم الدول والمجموعات المختلفة أو لمختلف دول العالم، وذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار التقرير إلى أن معدل التسرب في المرحلة الابتدائية في المملكة 1.3%، وهو من أقل المعدلات العالمية على الإطلاق. هذا وحول معدل الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي فقد بلغت 5.6%، وهي أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، ويبلغان 5.3% على التوالي. هذا خبرنا الثاني واللي زي ما قلنا كان من صحيفة الشرق. خليني أنتقل لخبرنا الثالث واللي كان من صحيفة عقاب، وبيقول الخبر
ضبط رئيس مركز هيئة ابتز فتاة، وفي التفاصيل ألقت السلطات الأمنية بجازان القبض على رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى محافظات المنطقة متلبسا في قضية ابتزاز فتاة، حيث كانت البداية حين تم القبض على الفتاة في قضية خلوة غير شرعية لدى رئيس المركز الذي حفظ القضية في مكتبه وبدأ في ابتزازها ووعدها بإنهاء قضيتها بشرط تلبية طلباتها في الخروج معه وتمكينها من نفسها، واستمر في ابتزازها 3 أشهر إلى أن طلبت منه الفتاة أن يبتعد عنها ويستر عليها لأنها مقبلة على الزواج، إلا أنه رفض، مما جعلها تستعين بهيئة الأمر بالمعروف بمنطقتها وشرطة المنطقة. هذا وتم عمل كمين محكم لرئيس مركز الهيئة المبتز والقبض عليه والفتاة بجواره بالجرم المشهود. طبعا يعني هذا اعتقد درس بيكون لكثير من الفتيات، وكمان يعني لبعض الافراد المفروض اللي هم بيشتغلوا بجهه لحمايه الفتيات ولحمايه الافراد من الخطيئه او من اي مشاكل او اي مثلا اي اخطاء ممكن ان يقعوا فيها، لكن للاسف بعض الافراد يعني معدوم عندها الضمير، البعض انا بقول. خليني انتقل للخبر الرابع واللي كان من صحيفه مكه وكان بعنوان 75% من التحرش الجنسي بالمحارم من الأقارب، وفي التفاصيل بلغت نسبة التحرش الجنسي بالمحارم من قبل الأقارب 75%، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة مكة على لسان مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة الدكتور نايف الحربي، فيما أكد أن حالات التحرش أو حالات تحرش الأب بابنته لم تتجاوز الحالتين، متمنيا من رب الأسرة زرع الوازع الديني في نفوس أبنائه على اعتبار أنها أهم عامل للوقاية من التحرش. هذا الخبر الرابع واللي أخذناه من صحيفة مكة. خليني أنتقل لي الخبر الخامس واللي كان من صحيفة الشرق بعنوان 1026 وظيفة تعليمية للنساء. أما في تفاصيل الخبر، أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم عن توفر 1026 وظيفة تعليمية نسوية في المستوى الخامس، و200 وظيفة منها في الإرشاد الطلابي للمرحلة الثانوية، و826 في الرياض أو في رياض الأطفال. هذا واشترطت الوزارة للقبول توفر معادلة وزارة التعليم العالي للحاصلات على درجاتهن العلمية من خارج المملكة وخريجات كلية إعداد المعلمات للمرحلة الابتدائية. عفوا. إذا مشاهدي الكرام كانت هذه جولة بأبرز ما تناولته الصحف السعودية، وأكيد ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. الآن على جهازك وموبايلك أول موقع من نوعه عربيا، تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، انتشار علاج الأوكيتان للبشرة بين الخطر وبين الحصول على النضارة والجمال.